أسأل حضرتك كيف يعني كيف تديروا أنفسكم داخل المجلس؟ توزيع الملفات جه إزاي؟ وأنا عارف إن حضرتك معاك واحد من أصعب الملفات هو أو من ضمن الملفات ملف الغرامات الخارجية. تمام. هل بالفعل الرقم اللي بيتقال هو 17.5 مليون يورو، هل هذا الرقم حقيقي؟ هقول لحضرتك برضه عشان نبقى موضحين للناس. إحنا أي قضية أي قضية موجود أي الرقم ده هو رقم مطالبات. مطالبات. انت حضرتك النهارده كان عندك علاقه تعاقديه مع نادي الزمالك سواء كنت لعيب او مدرب، العلاقه انتهت بطريقه مش مظبوطه لسبب ما، فانت حضرتك من حقك تشتكيني. نعم. او انا عندي لعيب مشي من انا من حقي اشتكيه. صحيح. فبالتالي كل اللي احنا بنتكلم فيه هي قضايا متداوله ومطالبات. كويس. القضايا المتداوله دي بيحصل فيها تطور بقى، وطول ما احنا ماشيين بيحصل تطور في القضايا دي. المطالبات دي يا فندم قد تتحول الى ايه؟ قد تتحول الى ايه؟ الى غرامات. يعني الى وقتنا هذا احنا عندنا مطالبات. كويس. لو احنا تعاملنا باستخفاف مع هذه القضايا ممكن تتحول الى ايه؟ زي اتشيمبونج. اتشيمبونج هي قضيه صعبه جدا، لان برضو احنا كان في تصورنا ان القضيه دي خلصت، ما كانش في حاجه. وحصل شكوى واللعيب اشتكى، وبعدين بعد ما اللعيب اشتكى اتحولت يعني حصل نوع من ال من 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 في النهايه اتحولت للكاس، اتحولت للجنه الانضباط. فلجنه الانضباط في الفيفا اخذت قرار ده بيبقى خلاص ده مرحله بقى ايه؟ مرحله نهائيه. انا بنحاول على قد ما نقدر في الوقت الحالي. عندنا حوار مع محامي اللاعب عن طريق المحامي الايطالي اللي متولي القضيه. وبنوصل ان شاء الله قريب. هل اعطاكوا امل المحامي الايطالي ان يكون فيه؟ لانه لا، ال- 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 اتجاهنا ان احنا نحل ودي مع الولد، مع محامي الولد. تمام. ليه مع محامي الولد؟ لان الولد شويه نتيجه شويه احداث كده هو عنده تشويش، هو عايز يبقى المحامي بتاعه هو اللي ايه، هو اللي يتعامل معاه. هو الرقم بتاع تشيمبونج كام يا استاذ عمرو؟ 1,200,000 دولار. وانا عارف انه كانت اصلا زمان كان على 200 او 250 الف دولار، وكانت القصه خلصانه. انا طبعا برضو للاسف انا ما كنتش موجود في يعني ما كناش موجودين، فمش عارفين الاحداث ليه تطورت بالطريقه دي. بس في الاخر احنا بنحاول في الوقت الحالي، يعني النهارده الصبح كان عندي اتصال مع المحامي وتواصلوا، بنحاول نوصل لايه؟ لحل. الحل بيبقى حل ودي، والحل كمان بيبقى حل يساعد النادي ان احنا نقدر ايه، لو في اتفاق ودي نقسط او نرحل الايه الغرامه دي على وقت اطول، عشان فاينانشال النادي يبقى ايه قادر يلتزم يعني. طيب تعالى برضو حضرتك، الناس عايزه تعرف لانه القضايا كثيره جدا في الفيفا، وطالما حضرتك او في المحكمه الرياضيه، وطالما حضرتك المسؤول عن هذا الامر، خلينا ناخدهم واحده واحده. الاول اللي موجود مع حضرتك يا استاذ نصر عزام من مصر. مظبوط. ومحامي دولي. محامي دولي ده ما كانش موجود فيه محامي دولي قبل كده؟ لا، المحامي الدولي ده احنا الحقيقه جينا النادي لقيناه موجود. كان متولي هو قضيه حمدي النجاز، متولي قضيه اتشيمبونج، متولي قضيه خالد بوطيب، متولي قضيه كهربا، ومتولي كمان قضية محمد إبراهيم. لا، متولي قضية سبورتنج لشبونة. سبورتنج لشبونة شيكابالا. طيب في تنسيق يا فندم موجود معاه؟ طبعا. انا بكلمه كل يعني كل يومين ثلاثة بنتكلم. طيب خلينا ناخدهم واحدة واحدة.